ما يطلبش منه ايه او يطلب منه ايه. بس استاذ رفعت مساء الخير. مساء الخير يا استاذ عزه، اهلا بيك. طولت عليك وحضرتك معايا من غير ما ارحب بيك، بس الحقيقه انت انه حضرتك لخصت المشكله، وهي مشكله ازليه بالمناسبه، وما اصدرته وزاره التربيه والتعليم من كتاب دوري بالنسبه لموضوع التبرعات وممنوع جمع التبرعات ليست هي المره الاولى، بل بالعكس دائما تصدر الوزاره رايها وموقفها في هذا الشان التي لم تحيد عنه على الاطلاق. انا بطالب استاذ رفعت وحضرتك ساعدني في ده بعد اذنك، هذا الكتاب الدوري يكون في ايد اولياء الامور، ما انا اولياء هقول الامور يبقوا لحضرتك، عارفين حقوقهم. لا ما انا هقول لحضرتك اتفضل. المشكله فين، لان دائما او معظم المدارس الخاصه للاسف بتتحايل على هذا الكتاب الدوري وتفرض امر واقع على اولياء الامور بالنسبه للرسوم الدراسيه، ومبررين لانفسهم ان الوزاره عندما حددت الرسوم الدراسيه لكل مدرسه من المدارس الخاصه فهي لا تتوافق مع حجم الانفاق الطبيعي من وجهه نظرهم الذي يزيد عن ذلك. نعمل ايه بقى؟ الوزاره الحل ايه؟ حددت كده بناء على الامكانيات الماديه والبشريه في المدرسه. تمام. القطاع الخاص دائما ده له في وجهه مدارس نظر، بتطلب من اولياء الامور فدي على يشتروا الورق، اسهم على الورق حضرتك بالافات. انا كولي امر لما بروح نعم بدفع الرسوم المحدده للمدرسه من قبل الوزاره مبدئيا، ده المدارس اللي بتزود هيتحط ايه في بقى؟ الورق، ده اللي هيتحط في الكشوف، اللي لكن هتشوفه الوزارة. في نفس اللحظه بيطلب مني رسوم اخرى او تبرعات اضافيه او خلافه دون اي اوراق او مستندات تسلمها لي المدرسه. تمام. وبالتالي المدرسه بتقوم، قصدي الوزاره بتقوم دائما بلجان تفتيش على المدارس المختلفه وتشوف مدى التزامهم بتنفيذ الكتاب الدوري للمشروعات الدراسيه. تجد الامور، معلش في اللفظ، تلاقي مستفين الورق بتاعهم كويس قوي. الورق ورقنا بالضبط، لكن ولي الامر برضه ما فيش تحت ايده مستند يتجه به الى الوزاره او الاداره التعليميه او مديريه التربيه والتعليم، معهوش ما يثبت زياده عن الرسوم الدراسيه دي. ايوه. طب اضيف نعمل ايه؟ لحضرتك الى ذلك ان ولي الامر جزء كبير منهم، وعشان اكون صريح، قد يقبل هذا الامر الواقع خوفا من انه لو راح اشتكى للمديريه او هيمشي ابنه من المدرسه، ما هو ده ولاي سبب من الاسباب، فهي ما هو ده عمليه فساد معقده ومستمره. وفساد وعدم شفافيه وعدم وضوح والتواء على الحقائق وكل اللي انت عاوزه. الحل ايه من وجهه نظرك؟ الحل لحضرتك دلوقتي ان بس يكون زياده عدد المدارس الخاصه على المستوى القومي عشان يبقى المعروض اكثر من المطلوب، وولي الامر ما يجريش وراء المسميات اللي هي يعني مشهوره شويه، ولا انا عايز ادخل ابني المدرسه الفلانيه بالتحديد لانها شهرتها كذا وكذا هيبتزوه. طب المدرسه دي رسومها كذا، فبضطر اقبل هذه الرسوم. طيب الحل ايه برضه؟ يبقى برضه حضرتك دلوقتي، ما هو الوزاره بتقوم بدورها هنا، ولي الامر اذا تكاتفوا مع بعض كمجموعات واتجهوا الى الوزاره، ايوه، بس بعد قبول اولادهم في المدرسه، ايوه، اتجهوا الى الوزاره او الاداره التعليميه وكتبوا ايوه مذكره بهذا الشكل، اعتقد هيعتد بيها بشكل كويس جدا. بس ده كلام جميل، وده الجزء الاخير اللي لخصه الاستاذ رفعت. بشكرك فندم، بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا استاذ رفعت فياض في ما يتعلق به. طبيعي انت ام واب نفسهم ابنهم يدخل مدرسه او بنته، فالطبيعي جدا زي ما بقول لحضراتكم كده المقاومه والتهديد واللي 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 بيحصل، واكيد انا هبقى نفسي ان ولادي يدخلوا المدرسه. فعمليه مزعجه في غايه ال ال ال, ال الازعاج الحقيقه يعني. طب تعمل ايه؟ اعمل الاستاذ رفعت قال عليه، قدموا وروحوا واتجمعوا مع بعض وروحوا الوزاره اشتكوا هذه المدارس، بس تبقى ضامن، معلش للاسف يعني خلينا نمشيها كده خطوه خطوه، ان ولادك يتقبلوا.